من ضمن الأسئلة ازاي اقدم في كلية تكنولوجيا؟ الحقيقة انا عملت لكم سيرش على الكليات التكنولوجية، فدي الجامعات التكنولوجية الجديدة بيبدأ التقديم في الجامعات التكنولوجية الجديدة في 3 جامعات، هي القاهرة والدلتا وبني سويف، وذلك تنسيق من 2022 تضم تخصصات التكنولوجية الجديدة. ويتم التقديم عن طريق الموقع التنسيق الالكتروني لحجز اختبارات القدرات. في اختبارات القدرات في جامعه التكنولوجيا، تبدا الاختبارات بجامعه التكنولوجيا اعتبارا من السبت، يعني تاريخها كان السبت. بعد اجتياز الاختبار والقبول في الجامعه، ينتظر الطالب التقديم في مراحل التنسيق. ستكون الكليات متاحه لطلاب الثانويه العامه والدبلومات الفنيه في التنسيق، كما تقبل الكليات الجديده طلاب ادبي وعلمي. فانت لو ادبي وعلمي بيتم قبولك، وطلاب الشهادات الفنية المختلفة من خلال تنسيق الجامعة. الدراسة بتبدأ في شهر أغسطس في 3 كليات تكنولوجيا جديدة بالجامعات التكنولوجية. 3 كليات تنطلق بها الدراسة، وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة، التكنولوجية بالتجمع الخامس، والكلية الثانية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بوسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمحافظة بني سويف. مدة الدراسة 4 سنوات، تتيح للطالب بعد أول 2 عامين الحصول على دبلوم مهني فوق متوسط والخروج لسوق العمل. يعني عاوز أخد 2 سنين ومع السلامة، ده أوبشن، أو إنك تكمل وهتمشي مع السلامة، لا هتمشي معاك دبلوم فوق مهني فوق متوسط، أو استكمال العاملين، يعني هتكمل 4 سنين وتحصل على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا. تخصصات تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الميكاترونكس والسيارات. وهذه البرامج هي مجرد بداية لمجموعة من البرامج الجديدة اللي هتبدأ في هذا الموضوع. تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين، أما طلاب الدبلوم نظام الـ3 سنوات أو ما يعادلها، ونظام الـ5 سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين من العام الدراسي. إذن هم بيقبلوا بنسبة كبيرة جدا خريجين الدبلومات نظام الـ3 سنين أو ما يعادلها، ونظام الـ5 سنوات أو ما يعادلها، أو نظام المعاهد المتوسطة. هو ده اللي بيكون موجود. أسئلة الاختبارات بتكون 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، جزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء المعلومات العامة في الرياضيات. تبلغ مدة الاختبار 1.5 ساعة، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤال اختياري من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية. فالإنجليزي حاولوا إنك تهتموا بيه، خاصة الجرامر، الحاجات اللي هي الكومن العادية بتاعة الجرامر، والحاسب الآلي طبعا أنت داخل كلية تكنولوجية، وجزء معتمد على الرياضيات، فنخلي بالنا من هذا الموضوع. أتمنى أكون جاوبت على أسئلتك، وبالتوفيق.